بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل النهاردة موضوع الـ Profitability Index الـ Project's Profitability Index بنرمز له برمز PI also compared a project cost to its benefit a cost and benefit for the project for the Profitability Index are measured the same as for the net present value the comparison of cost and benefit is different for the

عبارة عن سبعين ألف annually for سبع year what is the payback the positive net present value indicate project is acceptable إنك إنت ما تحسب النت present value عند عشرة في المية في الحالة دي النت present value بأضرب السبعين ألف في الفاكتور to find بي جيفن اي لانه هو بيدر عليك هذا الفاكتور بالحسابات بهذا الشكل واطرح منه ال 200 اللي هو عندي الفاليو يطلع النت بريزنت فاليو 65000 اللي عندي لكن ممكن نحسب البروفيتابيلتي اندكس بهذه المعادله ايضا نت كاش فلو في المعادله ديت اللي هي 1 ناقص 1 على 1 زائد اي تو ذا باور ان على ان وهكذا طلع 1.33 يبقى نقدر نحسب الـ Profitable Index بهذه المعادلة أيضا يبقى uh, indication إن in الـ Profitability Index 1.33 معناه إن البروجكت Project expected to generate uh, كل دولار هيجيبلك تلت uh, دولار ربح 0.33 of Net Present Value Every واحد year keep in mind خلي بالك إن Net Present Value is a measure of the value. over the above the project net investment القيمة اللي لك أعلى من ال net investment اللي انت عملتها يبقى ممكن نحسب ال profitability index أيضا بالمعادلة دي واحد زائد ال net present value على ال net investment يطلع نفسي الحسبة بتاعتك بأي طريقة تقدر تجيب الكلام ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته